في دولة الإمارات صدر حكم بثلاث شهور سجن على زوجة فتحت الموبايل بتاع جوزها من وراه ونقلت الحاجات اللي فيه عشان تبص عليه. الست وصلت من التكنولوجيا والمهارة إنها عرفت تفتح الموبايل بتاع جوزها، ويمكن ده أول مرة نشوف حكم كده. وعلى فكرة أنا مع الحكم ده، أنا مع الثلاث شهور دول مفيش ست تفتح موبايل جوزها، مش عشان الموبايل فيه حاجة غلط أبداً ولا فيه أي حاجة خارجة أبداً، ولكن احتراماً للحرية الشخصية وحفاظاً على فالحكم ده أنا معاه، وأنا بأطالب بتشديد العقوبة إنها تنتقل من ثلاث شهور لثلاث سنين. أي زوجة تفتح الموبايل بتاع جوزها من وراه تاخد ثلاث سنين. ولكن أنا بطلب أيضاً في تعديل القانون إن من حق الجوز يفتح موبايل مراته ولا يتم عقابه. ليه؟ ليه؟ لأن هو دايماً بيحافظ عليها، هو ياخد باله منها، هو اللي بيرعاها، إنما هي لا ترعاه. فأي زوج يفتح موبايل زوجته. ولكن طيب، معانا من دبي الأستاذ أحمد هاشم رئيس قسم المحليات بجريدة الإمارات اليوم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. أخبار الحكم ده إيه؟ عامل ردود فعل أنا شايف على التويتر عندكم. هو الحقيقة يعني في ردود أفعال كتير، إحنا نشرنا ده في الإمارات اليوم النهاردة. ردود الأفعال كبيرة، والخبر بيتم تنقله بشكل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، لأنه يعد الأول من نوعه. يعني هو حكم غريب وجديد، بس هو يعني لقى اهتمام كبير، وأعتقد أنه هو هيكون لي ردود أفعال كبيرة الفترة اللي جاية. طب ادينا تفاصيل شوية عن القضية، الزوج عرف ازاي؟ الزوجة فتحت الموبايل ازاي؟ عايزين برضو نعرف عشان نأمن شبابنا اللي موجودين دلوقتي. يعني هو الموضوع باختصار ان الزوج اكتشف ان زوجته اطلعت على الموبايل بتاعه، او بالادق تلصصت عليه، فتحت الباسورد بتاعه ونقلت صور ومواد كانت على الموبايل بتاعه للموبايل بتاعها. هو لما عرف ده قدم شكوى في الشرطه وبعدين للنيابه، والمحكمه اخذت القضيه ونظرت فيها واصدرت حكم بحبس الزوجه ثلاث شهور وغرامه ماليه كبيره. المحكمة استندت في ده إلى أن ده انتهاك لخصوصية الغير، أو انتهاك للحياة الخاصة للشخص الآخر، بغض النظر عن أن الشخص الآخر ده كان الزوج أو يربطها بينهم علاقة زوجية. يعني الزوج قدم بلاغ في مراته في الشرطة؟ بالظبط. وهم لسه متجوزين لغاية دلوقتي ولا المعلومة دي مش باينة عنه؟ لا هم لسه متجوزين لحد دلوقتي، ودي مش قضية واحدة، ده في قضية تانية بنفس المواصفات، ان الزوج اخر حاليا امام المحكمة بينظروا في قضيته بان زوجته طلعت على صور ومعلومات خاصة على موبايله، والقضية دي اعتقد كمان هيصدر فيها حكم بالحبس على الزوجة والغرامة. يعني هو الراجل، هي الست هتخش السجن ثلاث شهور وتطلع له تاني عادي، بس ما تحرم بقى تمسك الموبايل بتاعه تاني. بس خليني ألفت نظرك يا استاذ عمرو ان الموضوع مش مقتصر على ان الزوجه تطلع على موبايل جوزها، الموضوع كمان بالطرف الاخر، يعني الموضوع يتعلق بالطرفين، لا الزوج يفتح موبايل الزوجه ولا الزوجه تفتح موبايل الزوج الا بموافقته. يعني هي لو ما حصلتش على موافقته بان هي تفتح الموبايل وتشوف اللي عليه، ده بيعتبر وفق قانون جرائم المعلومات في الامارات بانه انتهاك لخصوصيه الغير. ده موجود في القانون، ده في قانون في الامارات ان ده انتهاك للخصوصيه. بالظبط، انتهاك، اعتداء على حريه، على الحياه الخاصه للشخص الاخر، الطرف الاخر، بغض النظر عن العلاقه اللي بتربطني بالشخص الاخر. يعني كمان ده بيتطبق على الاب وابنه، يعني لو الابن في السن القانونيه، يعني الابن بالغ، لو انا اطلعت على موبايله بدون اذنه بدون موافقته ممكن يقاضيني، ده انتهاك لحريه او الحياه الخاصه للشخص الاخر. أستاذ أحمد هاشم رئيس قسم محليات بجريدة إمارات اليوم، بشكرك شكرا جزيلا. هذا الحكم تاريخي تاريخي، يعني سنتوقف أمامه جميعا جميعا، ويكون عبرة لمن يعتبر أنه أي واحدة. ده دلوقتي يا جماعة في السيرش في جوجل بقى فيه إيه؟ كيف تكتب كده في جوجل؟ كيف تفتحين موبايل زوجك؟ معلومات زي دي تضارع
قنابل كيف تصنع قنبلة بتاعت الإرهابيين.